الفيديو ده عملته عشان اقول لكم حاجة واحدة بس، نصيحة في التعامل مع برج الحمل. لو بتتعامل مع برج الحمل اوعى تدخل معاه في عند، لان انت ساعتها تبقى اما هتخسره يا اما هتخسره، لان انت بتتعامل مع دماغ ناشفة وشخص عنيد قوي 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 وشخص جريء ومتهور ومندفع، فبالتالي ممكن يعمل اي تصرف من غير ما يفكر. فاوعى تحاول تتحدى برج الحمل، لان انت يا اما هتخسر يا اما هتخسر، لانه شخص واثق في نفسه جدا، عنيد جدا جدا. عشان كده برج الحمل لازم تكسبه بثقته فيك. اوعى تعاند مع برج الحمل، لان هو ما بيشوفش قدامه. برج الحمل من الابراج بيسخن بسرعه جدا وبيتهور بسرعه جدا وبيندفع وبيقتحم، لانه هو شخص جريء قوي وشجاع جدا، فبالتالي هيحصل ما لا يحدث عقباه. عشان كده برج الحمل خده بالحنية، هو شخص رومانسي جدا وحنين وقلبه كبير قوي. لو دخلت عليه بالحنية هتلاقيك هتكسب قلبه، لانه هو بالرغم من قوته الرهيبة وثقته في نفسه الغريبة العنيفة، الا انه هو في النهاية شخص حساس جدا، ودي المفاجأة. ناس كتير جدا ممكن ما تكونش تعرف ان برج الحمل حساس. ستات الحمل ورجالة الحمل بالرغم من قوتهم وقوة شخصيتهم وشجاعتهم التي لا مثيل لها وبرج القيادة برج التاور، إلا إنه هو في الآخر شخص حساس جدا وسهل قوي قوي زعله. يعني هو بيزعل بسرعة، هو زيه زي الأبراج المائية. تخيلوا الحمل بقوته وقوة شخصيته زي الأبراج المائية اللي هما العاطفيين. برج الحمل من الأبراج الحنينة، حنية قوية جدا، ولو عملت معاه اكس هردهولك اكس بلس 5، لان هو اديته كرم هيضرب الكرم في 5، اديته شر هيضرب الشر في 5. فاحترس من رد فعل برج الحمل المندفع جدا المتهور جدا الحنين ابو قلب ابيض قوي قوي المتواضع. حط 60 خط تقريبا، هو اكتر الابراج النارية تواضع، وده تحدي. عمرك ما هتقابل شخص حمل مغرور، يعني هو بالرغم من كل الثقة في نفسه، يعني شخص واثق في نفسه جدا، إلا هو إن هو ملك التواضع، شخص متواضع جدا جدا جدا. بحبكم يا برج الحمل، وانتوا عارفين طبعا إن برج الحمل من أكتر الأبراج القريبة لقلبي. باي باي، شكرا، قولولي الكلام ده.